شاب جامد والبنات بتجري وراك، وصايع لدرجة انك ممكن تكرف واحدة وتديها بالقفة واحتمال بالشلوط او حتى تدلق عليها دش مية ساقع وتلاقيها مستمتعة، يبقى انت برنس وعندك فن الفلسعة. فلسعت قبل كده؟ انا اتفلسعت ولا فلسعت؟ فلسعت او اتفلسعت؟ الاتنين. فلسعت كم مرة وفلسعت ازاي؟ لا هي مره واحده بس. حاجك بقى بتطلع مش عارفه داخل الجيش عايز انت تستاهلي حد احسن مني، هي كده كل الناس ليها حاجك يعني عشان يفلسعوا. قلت لها بصراحه مش عارف اجيب شقه بصراحه، اللي انا حياتي الماديه مش هينفع ووالدي مش هيقدر يساعدني، بس انا بصراحه انا كان معايا الحاجات دي، بس انا قلت لها كده عشان افلسع. مش هينفع ان احنا نتفق مع بعض او نتكلم مع بعض وانا طبعا وحشه، مش هينفع نكمل مع بعض وهظلمك وهتظلميني ومش عارف ايه، والحياه بيننا تبقى سواد. تكلمني ولا ساعتي انت ما تقولي نص ساعه ولا ما كلمتنيش من نص ساعه، بس لو اتخنت مني كده بقى فلسعنا بالطريقه تلاكي جدا. تتصل ما ردش عليها، عامل لها بلوك من على الفيس كده. مش هينفع لان انا لسه مش جاهز ان انا اتجوز وسني لسه صغير، وسن احنا سننا لسه صغير يعني، ولما نكبر تفكيرنا هيتغير. مشغول او مثلا وراها شغل او مثلا ان هو يعني يقفل تليفونه وكده. اسهل طريقه تسيب البنت اللي انت تخليها تهرك تكرهك، مدام كرهتك يعني هي كرهتني خلاص مش هتكلم معايا تاني. اللي بيخلي الراجل في وقت ما يقول انا لازم افلسع ان هو شاف حاجه احسن يعني. الغيره كتير بتبقى خانقه. في واحده احسن. اخر فلسعه كانت ازاي؟ و بقى لها 4 ايام. اخر فلسعه من 4 ايام. لسه متعرف على واحده اول امبارح في اسكندريه. هتفلسعها امتى؟ لا دي لسه ما شفتهاش اصلا، بس اتعرفت عليها وكده وباذن الله هنتقابل يعني. اتعرفت عليها ازاي؟ انا لقيتها بتحبني، كلمتنا على الفيس وقالت لي ان هي يعني معجبه بصوري وكده وعايزه تكلمني وكده، قلت لها ماشي عادي. فلسعتي قبل كده؟ على طول. ازاي تفل؟ عادي يعني كذا مواقف بتحصل ان هو انت تستاهلي حد احسن، انت مش عارفه ايه، انت تستاهلي حد تاني. كان بيبقى ايه رد فعلك؟ وكنت بتصدقي ولا ما بتصدقيش؟ وكنت بتمشي الموضوع ولا كان ايه اللي بيحصل؟ لا اكيد طبعا ما كنتش بصدق، بس خلاص يعني اختياره فخلاص هتفلسع بقى خلاص. بتفلسع وانا